ما حكى معك فارس؟ طبعا لا، وفوق هذا كله مسكر موبايله، ما بيعرف انه انا بالي مشغول عليه. لك اللي مجنني انه ما كان هيك، لك حتى لما كان يروح على مهمة خطرة كان يحاكيني قبلها ويطمني بعدها. طب بركي صاير شي مع أخو أمير؟ رحت على المستشفى وقالوا لي انه نقلوه على البيت. طيب كنتي روحي على البيت بحجة بدك تطمني على أمير، بتشوفي فارس؟ انا رحت على البيت، طلعوا بايعين البيت وناقلين على بيت جديد. لا معناتها عن جد الموضوع كبير. وانا هذا اللي مجنني. لا تحكي معي، بس انت وين؟ شو صاير معك؟ ولك انا بكرهك. ايه لا لا، ما رح اتاخر، يلا جايه. باي. أنا بكرهك وما رح أتأخر، كيف زبطت معك؟ هلا خليني اشوف شو صاير معه وبعدين افهمك. ولك انت مجنون؟ كل هالشي صاير معك وانا ما بعرف؟ ليش ما خبرتني؟ ليش ما قلت لي؟ ما كان بدي اشغلك بالك. انت سامع حالك شو عم تقول؟ يعني انا هلا ما انشغل بالي. فارس، انا مو بس خطيبتك، انا رفيقتك وحبيبتك، انا البنت اللي كنت تحكي لها كل اسرارك. شو صار؟ ما صار شيء، بس كنت متأكد انك رح تمنعيني او تغيري لي رأيي، ما رح تخليني اروح. طبعا ما رح خليك تروح، لانه القصة كتير خطيرة. وانت هلأ، انا هلأ شو؟ انا هلأ مالي صفة قانونية، بعرف هذا الشيء، بس شو اعمل؟ اترك اخي هيك بين الحياة والموت وما اعرف مين غريمه؟ وعدني تترك كل شيء وما عاد تروح فارس، وعدني. آسف، ما فيني وقتك. والله ما أحب. الموضوع خطير كثير ولازم تتركه. حتى انت عم تريد اتركه؟ كيف بدك كان يتركه؟ في 100 سؤال براسي ما عم لاقي لهم جواب، شو اعمل؟ هي مو ضروري. في قصص الاحسن انها تضل بلا نهايه، وفي اجوبه بتوجع اكثر بكثير من الاسئله. الحق عليك انت. ايه؟ الحق عليك انت. انت ما كنت صادق معي وتخبي عني اسرار. لك انا اخوك، بتعرف شو يعني اخوك؟ مستعد اخسر كل شيء بس ما اخسرك. لو سمحت الحساب.